الله معكم من مريم تي في ببرنامج نساء رائدات. رح نحكي اليوم عن الجراحة نادين حشاش حرم ونشوف سوا إنجازاتها. ولدت نادين بكاليفورنيا، ولدها بسام حشاش كان يشغل منصب مدير بإحدى شركات التأمين. أما الوالدة مي الصايغ فربت ولادها على نهج مستقيم وعصامية. الدكتورة نادين متزوجة من المصرفي وليد حرم وعندها ثلاث ولاد، خالد، ماي وكريم. تلقت علومها المدرسية بأمريكان كوميونيتي سكول وأبدت ميل كبير للرياضيات والفيزياء والكيمياء، وبعد حصولها على البكالوريا قسم تاني علوم اختبارية التحقت لبعض الوقت بالجامعة الأمريكية ببيروت الأيو بي لتتخصص بمجال الطب، وسافرت بعدها على لندن لإكمال دراستها هناك. وبعد التخرج عملت نادين بمجال جراحة التجميل والترميم بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كانت تسافر كتير مع جمعيات خيرية معنية بالجراحة. وأثناء ذلك تعرفت على شريكة ببروكسيمي، مهندس الاتصالات طلال علي أحمد، يلي كان متطوع أيضا بالأعمال الخيرية، وتمكنوا سوا لتحقيق النجاح عبر التخطيط الدقيق والتنظيم والمثابرة من تنمية وتطوير فكرة هالمشروع، ليلاقي وبفترة قياسية اهتمام واسع بمختلف أنحاء العالم. وهيك أثبتت نادين بهالإنجاز الإبداعي مرة أخرى إن رائدة بالاكتشاف ورائدة بالبحث والتطوير العلمي ورائدة بإيصال فكرتها الجديدة لحيث لازم إنه توصل. وعن طبيعة بروكسيمي بتقول نادين إنه أسست هي وشريكها الشركة عام 2016 بهدف تسهيل المشاركة البصرية والعلمية لأي جراح اختصاصي بالتعاون عن بعد. بالفقرة الثانية رح نحكي أكثر عن إنجازات نادين. نعود ونواصل حلقتنا مشاهدينا. بتضيف نادين أنه منصة بروكسيمي يلي هي بالحقيقة غرفة عمليات عابرة للجغرافيا، تشتغل مع مختلف الأجهزة الإلكترونية سواء لابتوب أو هاتف محمول أو تابلت أو حاسوب آلي لضمان إتاحتها لأكبر عدد ممكن، وبالتالي يمكن إضافتها لأي جهاز طبي ولكل المعدات وتأمين أفضل رعاية طبية للمريض. ومع الوقت باتت الفكرة تلاقي إقبال واهتمام من مختلف وسائل الأعلام العالمية، وأصبح عندهم مكاتب ببوسطن ولندن وبيروت. كما بتواصل نادين مسيرتها الاجتماعية لإنتاج ونشر المعرفة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وقضايا أخرى، وإصرار على تحقيق تغيير ولو بسيط. كما عرفت نادين لبنانيا بشغفها للابتكار والتعليم والجراحة العالمية، وعالميا بالدور الريادي يلي لعبته مع شريكة مهندس الاتصالات طلال علي أحمد بالإعلان عن بداية عصر جديد للطب عبر تأسيس وتطوير شركة بروكسيمي، وفازت بالعديد من الجوائز بالإضافة لكونها المحور الرئيسي لرابطة الصحافة الأجنبية Foreign Press Association عن فئة قصة العلوم السنوية. هيدا كانت حلقتنا لليوم، انطروني بحلقة جديدة دايما على مريم تي في.